مطار دير الزور العسكري أحد أكثر جبهات القتال سخونة منذ مدة طويلة، فالجيش الحر لا يزال يواصل حصاره على المطار ويتقدم يوما بعد يوم نحو اقتحامه، نظرا للأهمية الكبيرة التي يشكلها المطار، والذي يعتبر أحد أكبر المطارات العسكرية في المناطق الشرقية، إضافة إلى أنه مركز لانطلاق صواريخ النظام وقذائفه نحو المدينة وريفها. حدة الاشتباكات تتزايد كل يوم بين الجيش الحر وقوات النظام التي تتمركز فيه، حتى تمكن الجيش الحر من التقدم باتجاه أسوار المطار والسيطرة على نقاط مهمة قريبة من السور بانتظار السيطرة الكاملة عليه. الجيش الحر وبالتزامن مع هذه الاشتباكات العنيفة يواصل استهدافه للمطار العسكري بقذائف الهاون وصواريخ محلية الصنع، محققين فيه إصابات مباشرة داخل المطار. الله أكبر. بلدة المريعية القريبة من المطار هي الأكثر تضررا في المناطق المحيطة، تعتبر مسرحا لعمليات النظام العشوائية وأحد الأهداف اليومية لقذائف قوات النظام وصواريخ الطائرات الحربية.